السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة لهذا اليوم وهذه العناوين. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليومين للسورية. ممثل المملكة أبرز المرشحين لرئاسة منظمة التجارة العالمية. عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. في بدء الجلسة نوه مجلس الوزراء بما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام قمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري U20 من اهتمام رئاسة المملكة لمجموعة الـ20 بموضوعات التنمية الحضرية وبرامجها ومشروعاتها وفق رؤية المملكة 2030، وتأكيده رعاه الله أن الأولوية القصوى والآنية هي مكافحة جائحة كورونا وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك تمركز الجهود للوصول إلى لقاح للفيروس والتأكد من تحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرا والتركيز في معالجة تحديات حماية الأرواح واستعادة النمو والحفاظ على الوظائف وركائز المعيشة لتحقيق الازدهار لجميع الشعوب، وكذلك تكافؤ الفرص واتخاذ إجراءات عاجلة تسهم بدعم المدن في جهودها بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة الجائحة. وثمن المجلس ما توليه القيادة الحكيمة من دعم للقطاع العقاري والسكني بما يشكله من محور مهم في التنمية الاقتصادية وحرص على المواطنين في التخفيف عنهم وتلمس احتياجاتهم ومراعاة ظروفهم وتمكينهم من امتلاك مساكنهم، وذلك إثر صدور الأمر الملكي القاضي بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع من ضريبة القيمة المضافة وفق الإجراءات والضوابط المحددة لذلك. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية أن مجلس الوزراء استعرض مجمل التقارير المتصلة بجائحة فيروس كورونا على المستويين المحلي والدولي وما أظهرته الإحصاءات في المملكة من تواصل مؤشر انخفاض الحالات الأنشطة الحرجة والمصابة بالفيروس واستمرار ارتفاع حالات التعافي ولله الحمد مع المتابعة الدائمة في الرصد لكل المستجدات على الأصعدة كافة. وتابع المجلس بدء تطبيق المرحلة الأولى من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية لتوفير أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ليؤدوا نسكهم في أجواء صحية وآمنة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد حفظهم الله. وتناول المجلس احتفاء المملكة باليوم العالمي للمعلم منوها بما يجده المعلمون والمعلمات من دعم واهتمام القيادة الحكيمة لتمكينهم من أداء رسالتهم وتدريبهم وتأهيلهم وتوفير الإمكانات التي تعزز من مشاركتهم بما يواكب رؤية 2030 ودورهم في بناء الإنسان، معربا عن تقديره لما يبذله المعلمون والمعلمات من جهود مميزة في إعداد أجيال المستقبل وما يسطرونه من قصص التفاني والإخلاص لأداء رسالتهم السامية هذا العام باستمرار العملية التعليمية عن بعد. وبين معاليه أن مجلس الوزراء تطرق إلى مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليميا ودوليا مشددا على مطالبة المملكة في الأمم المتحدة
بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية بضرورة وقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه التجاوزات والخروقات للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي ترتكبها إيران، وبخاصة الاتفاق النووي المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة التي لا تشكل أي رادع لإيران من تطلعاتها النووية، وإعادة التأكيد على أهمية الالتزام بركائز معاهدة عدم الانتشار النووي. وأعرب المجلس عن التهنئة لقيادة وشعب جمهورية السودان الشقيق بمناسبة التوصل إلى اتفاق جوبا للسلام، مؤكدا أن حكومة المملكة عازمة على الاستمرار في دعمها للجهود الرامية إلى محافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي وعلى مكانته عربيا وإسلاميا، وكذلك دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة، وثقة المملكة في قدرة الأشقاء في السودان على المضي قدما في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق. وقد اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس الشؤون السياسية والأمنية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي. أولاً، التباحث مع اتحاد النقل الجوي الدولي أياتا في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة واتحاد النقل الجوي الدولي أياتا لتنظيم مكتب الاتحاد. ثانيا، التباحث مع الاتحاد الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة التطرف. ثالثا، التباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى التمثيل لمجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين والتوقيع على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء المجلس. رابعا، الموافقة على تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى. خامسا، تعيين الآتي أسماؤهم أعضاء في مجلس الشؤون الأسرة: صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود عضوا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة، الدكتورة وفاء بنت إبراهيم سبيل عضوا من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، الدكتور هاشم بن حسن بلبيد عضوا من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس شؤون الأسرة، الدكتورة لانا بنت حسن بن سعيد عضوا من المختصات والمهتمات بشؤون المرأة، الدكتور بندر بن حمود السويلم عضوا من المختصين والمهتمين بشؤون الطفولة، الأستاذة هدى بنت عبد العزيز النعيم عضوا من المختصين والمهتمين بشؤون المسنين. سادسا، الموافقة على قيام صندوق التنمية الوطني في سبيل تحقيق أهدافه وأهداف الصناديق والبنوك التنموية التابعة له بالإقراض وغير ذلك من صور التمويل للجهات التابعة له والاقتراض بجميع أشكاله. سابعا، تعديل تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ميم تقسيم 75 وتاريخ 16 من شهر رمضان من عام 1395 للهجرة على النحو الوارد في القرار. ثامنا، الموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لأمن المسافرين. تاسعا، الموافقة على ترقيتين للمرتبة 14 وتعيين على وظيفة وزير مفوض، وذلك على النحو التالي: ترقية الدكتور عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم العوين إلى وظيفة أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمرتبة 14 في وزارة الداخلية. تعيين محمد بن نوار بن جمل العتيبي إلى وظيفة وزير مفوض في وزارة الخارجية. ترقية سلمان بن عثمان بن سعد العثمان إلى وظيفة أمين عام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمرتبة 14 في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. كما اطلع مجلس الوزراء على العديد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للمساحة
وهيئة الهلال الأحمر السعودي وديوان المظالم، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لدولة السيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة بلجيكا. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات لدولته والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة بلجيكا الصديقة. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة لدولة السيد ألكسندر دي كرو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في مملكة بلجيكا. يدخل السباق إلى رئاسة منظمة التجارة العالمية مرحلة حاسمة اليوم، وذلك في اختتام المرحلة التي يتنافس فيها 5 مرشحين. يأتي في مقدمتهم مرشح المملكة المستشار محمد التويجري برفقة مرشحين من بريطانيا وكوريا الجنوبية ونيجيريا وكينيا. ويعد تويجري الأوفر حظا في ظل برنامجه الإصلاحي للتعاطي الإيجابي مع المشكلات الحالية التي تعاني منها المنظمة. كما سيتم بعد هذه المرحلة الإعلان عن الجدول الزمني للجولة 3 والأخيرة من المشاورات بين الأعضاء، حيث يعتبر الهدف النهائي لهذه العملية هو ضمان توافق الآراء على قرار الأعضاء بشأن اختيار المدير العام للمنظمة القادمة. يعقد وزراء السياحة لمجموعة 20 يوم الغد الأربعاء اجتماعا وزاريا برئاسة المملكة لتشجيع تعافي قطاع السفر والسياحة وانتهاز الفرص الكامنة لتعافي اقتصاد أسرع ما بعد جائحة كورونا. التفاصيل في هذا التقرير. على خلفية جائحة كورونا وأثارها التي امتدت لتشمل مختلف الجوانب لا سيما الاقتصادية منها، يأتي اجتماع وزراء السياحة لمجموعة 20 ليسهم في إنعاش قطاع اقتصادي مهم ألا وهو قطاع السفر والسياحة. الاجتماع الذي ترأسه المملكة سيناقش أبرز الالتزامات التي تمت حيال الاستجابة للجائحة وآلية تقدم سير العمل في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، إلى جانب تعزيز تجربة السفر الآمن والمريح وتحسين تجربة المسافر. كما يهدف الاجتماع إلى رفع مشاركة القطاع السياحي في التنمية المستدامة باعتباره قطاعا رئيسيا يسهم في نمو الاقتصاد العالمي. وكانت المملكة قد عملت على إنعاش السياحة في خضم تنامي الجائحة عبر برامج متعددة أبرزها صيف السعودية الذي ساعد في استكشاف العديد من المواقع المميزة، فشهدت المدن انتعاشة قوية في السياحة المحلية، كما تعمل على إنشاء أكاديمية عالمية للسياحة مما سيوفر بيئة احترافية ترفع جودة الخدمات المقدمة للسياح وتسهم في توفير المعلومات اللازمة التي تثري العمل في القطاع السياحي، لا سيما بعد أن حدد الأول من يناير المقبل كموعد نهائي لعودة فتح الرحلات الدولية. أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أن توافد المعتمرين إلى المسجد الحرام يتم بسلاسة وفق الخطط والمراحل المعلنة مسبقا،
وبيّنت الرئاسة أنها تعمل بكل قدراتها على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمعتمرين، حاثة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية. كما أطلقت رئاسة شؤون الحرمين حزمة من البرامج التوجيهية والإرشادية ميدانيا وإلكترونيا، حيث تم تخصيص 30 موقعا لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين تعمل على مدار الساعة، وكذلك بلغات متعددة، إضافة إلى تفعيل خدمة الهاتف المجاني. من جهتها، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن إجمالي عديد التصاريح قد بلغ حتى يوم أمس أكثر من 200,000 تصريح. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأطماع في بلاده لم تنتهي بعد، والتهديدات وإن تغيرت طبيعتها فبل خطورتها لم تقل، وبأن تلك الخطورات لم تقل. وأوضح الرئيس السيسي أن ما حققته مصر خلال السنوات القليلة الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجاز يشهد به العالم. قال الرئيس المصري في كلمته اليوم بمناسبة الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة، وأن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية. وفي النهاية هذا أبرز ما جاء في هذه النشرة. خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنيان رئيس وزراء بلجيكا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية. ممثل المملكة أبرز المرشحين لرئاسة منظمة التجارة العالمية. ختام النشرة، ابقوا في سلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.